في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا تخبطا واضحا في تعاطيها مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى أراضيها، وفي ظل غياب سياسة واضحة في تعاطي الدول مع هذه الأزمة، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذيراتها إزاء الأعداد الكبيرة لأطفال سوريا الفارين من مختلف أساليب القتل التي ينتهجها النظام، أملا في الوصول إلى بر الأمان كلاجئين. المنظمة لفتت إلى أن عدد الأطفال تجاوز 106,000 منذ بداية العام 2015، رقم يعكس حجم المعاناة للمتضررين السوريين بعد تصاعد وتيرة القصف والدمار الذي خلفه النظام ببلادهم. وأضحى الأطفال يشكلون قرابة ربع الباحثين عن اللجوء في أوروبا تحديدا، بزيادة قدرها 75% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وأمام هذا الوضع المأساوي، الدول الأوروبية مطالبة بإعادة النظر وتسريع إجراءات طلبات اللجوء لاستيعاب التدفق لهؤلاء، وذلك من خلال العمل على زيادة منح تأشيرات الدخول الإنسانية للأطفال وأسرهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لدى وصولهم، بما فيها الرعاية الصحية والطعام والدعم العاطفي والتعليم والمأوى المناسب بمساعدة خبراء رعاية الأطفال، وذلك لمساعدتهم على الاستقرار قبل حلول فصل الشتاء وفق بيان اليونيسف. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في عمليات البحث والإنقاذ، والتي لا تقتصر على البحر فقط وإنما على الأرض أيضا، مع بذل الجهود اللازمة لمنع استغلال وإيذاء أطفال اللاجئين. ويقتضي ذلك بالضرورة وضع مصلحة الأطفال أولا في جميع القرارات التي تتعلق بهم بما فيها حالة اللجوء.